يتغلب على النفط؟ يعني علامة استفهام للنفط وأيضا علامة نجاح لدهوك. فريق دهوك العائد من دوري الدرجة الأولى، فريق دهوك على ملعبه صعب، عندما تأخذ التعادل أعتقد بثلاث نقاط، وشفت القيمة الجماهيرية والدعم الجماهيري والزخم الجماهيري. أنا عشت بدهوك وأعرف فريق محب جدا وعاشق، عانى يمكن خمس سنوات والعودة إلى دوري الدرجة الأولى بإمكانيات قليلة، خلت تكون بإمكانيات قليلة، مو دهوك اللي يطيل 200 و300 سابقا، مو دهوك قبل، مو دهوك أنا عايش، مو دهوك اللي يطيل 200 و300، يعطيك راتب 4 ملايين 5 ملايين 3 ملايين مليونين، اختياراتهم للمحترفين على مستوى عالي، مدرب أيضا على مستوى عالي، أهل مكة أدرى بشعابها، يعرف طريقة التعامل، هو الأخ رمضان من كردستان. سبع نقاط من الدرجة الأولى، تعادل مع الشرطة، الشرطة بطل الدوري أي بالضبط، وفوز على الديوانية وفوز أيضا اليوم على النفط الفريق الرابع على الدوري الفريق العتيد. أعتقد بداية موفقة جدا بإدارة شابة. شنو قصة النفط؟ خالد مشير نائب رئيس النادي، لاعب العام بطل، جاسم محمد، جاسم حاجي لاعب أمين سر، الأخ يمكن طاها رئيس النادي أو يعني عضو. زين، بمعنى هذا الإدارة الشابة بالمعنويات البسيطة بهذا الزخم الجمالي جلب سبع نقاط لحد الآن. طيب أعتقد شنو قصة فريق النفط وأنت دربت النفط بوقت سابق؟ ما صاير أربع جولات مع الأمانة إدارة، ثلاث جولات للأمانة إدارة نموذجية بشيخ الإداريين، وأيضا لديه كابتن مشتاق أيضا كمشرف أو مدير فريق أيضا إداري على مستوى عالي. بالتالي دائما هم استقطاباتهم جيدة جدا، لكن دائما ما يعانون في بداية الدوري، نفس سيناريو العام الماضي بالضبط، وبعدين تصحى العام أيضا كابتن باسم بالبداية، وبعدين استعانوا صح المسار وصلوا للمربع الذهبي. بالتالي أيضا بدايتهم أنا أعتبرها غير ناجحة، أيضا يحتاج لهم أوبديت باللاعبين، تحديث باللاعبين، بعض اللاعبين هاي تنتظر للانتقالات يعني على يعني تعال عالج لي لاعبي هذا الوضع. اليوم بعض اللاعبين معدل أعمارهم كبير، أنا شفتهم صراحة، فبيحتاج إلى أوبديت، يراد لك نوعية لاعبين، يراد لك استعانة محترفين على مستوى عالي، يراد لك لاعبين شباب، وأنتوا قادرين إدارة نموذجية، الأموال متواجدة، يعني حتى لو مو اليوم باكر تقدرون تجيبوها. بالتالي أنه بإدارة نادي النفط قادر النفط على العودة إلى سكة الانتصارات. شنو اللي اختلف فنيا كابتن بالدوري هذا الموسم عن الموسم السابق؟ كل الفرق أعتقد عدت العدة بشكل